ولكنه إحدى المسميات السخيفة الساذجة لكلمة مصباح. يا رب جرس الحصة دي يضرب بقى شوقي. اتفضل يا فندم. دي شهادة طبية بتأكد كلام الوكيل. الاعتراض مقبول. جرية يا أستاذة، إحنا هنقضيها دفاع كده؟ أمال فين الاتهامات؟ مش تعملي بلقمتك؟ حاضر حاضر. سيدي القاضي الموضوع محرج جدا، وموكلي ما كانش عايز يجيب سيرته في القضية، بس بصراحة كده مدام وفاء مش واخدة بالها من نفسها خالص، وطريقة لبسها بلدي قوي، وده طبعا بيثير اشمئزاز موكلي وبيخليه متعصب طول الوقت. بلدي! البلدي يقل يا حبيبتي! وبعدين مش احسن ما بقى شبه حصان الحلاوة؟ بقى بذمتك في حصان بيلبس بلوزة مشجرة؟ مشجرة؟ مقلمة؟ الفكرة في اللون؟ اثبت عندك سيد القاضي، لقد رأت البلوزة، لقد أبصرت. يعني نظرك رجالك أهو. الحاسة السادسة. قدرت يا فندم موكلتي من خلال الحاسة السادسة اللي موجودة عند كل الستات إنها تعرف لون البلوزة. ودي شهادة مختومة من الدكتور بتأكد إن عندها الحاسة السادسة. ودي جبتها منين بقى إن شاء الله يا سليم؟ من دكتور الحساسية. يا بت انت الله يخرب بيت أبوك. أيوة فعلا يا سيادة القاضي هو عنده حق. أنا هنا يا مدام وفاء، ألف سلام عليك.